قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة. جملات للجديد لا رئيس في الوقت القريب. لابد من رجل رئيس قوي، هذه النظرية دمرت البلد. طبيب قال في اعترافه الأول لو أعطيتها المضاد الحيوي لما وصلت إلى هذه الحال. تأكد أنه أمام المباحث الجنائية لم يتكلم إطلاقاً لا عن الخطأ الطبي ولا عن مسؤوليته عن الخطأ الطبي. خسارة داعش متروكة على أرض المعركة، ونصلى يعدها بالمزيد. نحن مصممون على إنهاء هذا الوجود الإرهابي التكفيري الخبيث عند حدوده. جردة في الأحداث، الجنرال والحكيم، حب وحرب. الجنرال بيمون شو ما كانت المطالب ما في أي مشكلة. سنة من عمر الدولة الإسلامية. دولة الإسلام. وفي النشرة لأحمد وكريستينا قصة في رمضان. هيدا المشي من اسمه أحمد عم يهدد الأمونة. يا رب دخيلك على المصيبة اللي صابتنا. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. لدى النيابة العامة التمييزية أقوال، وفي الاستئنافية لديه أقوال أخرى، والخلاصة أن القضاء ثبت قدر إلا وحرر طبيبها من السجن، وكرس نقيب الأطباء أنطوان بوستاني الزعيم الأبيض الذي حالما يهدد على باب النقابة تفتح له أبواب العدل. عصام معلوف خرج بكفالة ناقدا أمام القاضي جورج رزق كل ما نسب إليه من إهمال، لكن في محضر استجوابه الأول ما يؤكد أنه لم يحسن التقدير، وفي أحد الأسئلة يجيب صح لو أعطيتها المضاد الحيوي لما وصلت إلى حالتها الراهنة وبترت أطرافها. وقضية إلا تنضم إلى وطن مبتور من أعلى الهرم، حيث إن تحميل المسؤوليات لن يعيد إليها أطرافها ولن تستعيد حقا في بلد ضاعت فيه الحقوق. والعمل الوحيد المجدي هو ما ينجزه وزير الصحة وائل أبو فاعور لجهة جمع أموال العلاج التي على الدولة وحدها أن تدفعها كتعويض عن إهمال. والحكومة التي اختلفت في هذه القضية، فإن طفلة بحزن ووجع إلا قد تنقذ جلساتها المعطلة. فليجتمعوا ببند إلا وإن اختلفوا في كل البنود الأخرى، ولتكن ابنة طنوس سبباً لتهدئة النفوس. لكن الخلافات تتعمق، ولم يعد هناك من قناة وساطة في العملين الحكومي والنيابي سوى الزعيم وليد جملاط الذي قال اليوم للجديد لابد أن يخرج الوحي للخروج من الشلل الوزاري والحضور والتفعيل الحكومي، وتالياً فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار بعض القروض التي سنخسرها في آخر تموز. ولم يرى جنبلاط رئيساً على النار، إذ لم يقتنع البعض بأن معادلة الرئيس القوي قد دمرت لبنان. وتدمير لبنان ليس في الرئاسة وحسب، إنما كان واقعاً ماثلاً بالعين الجردية لو أعطي الإرهاب على أنواعه تأشيرات دخول إلى لبنان، أو بشكل عملاني لو لم يتصدى له حزب الله من جرد عرسال إلى السلسلة الشرقية فقلب القلمون. وبالتزامن مع نشر صور لخسارة داعش البشرية على أيدي مقاتلي الحزب، أعلن السيد حسن نصلى انهيار القمم العالية والجبال الحاكمة للإرهابيين، وقال معركة داعش في القلمون قد بدأت وهم الذين افتتحوها. لا مشكلة لدينا، فنحن مصممون على إنهاء الوجود الإرهابي الخبيث مهما غلت التضحيات، معلنا أنه لن يبقى إرهابي واحد على حدودنا. نصلى عزم وتوكل على مقارعة إرهاب على الحدود الشرقية، والرئيس نبيه بري تفرغ لمقارعة العدو الإسرائيلي في عمق الجنوب، معلنا أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على شبعة لن يمر،
وشدد على وجوب مبادرة القوات الدولية إلى معالجة الوضع فورا والتصدي لمثل هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، وهو بذلك يرفع درجة التحذير بعدما أفرز للمواجهة الميدانية الأولى النائب قاسم هاشم. فهل يكون التصدي المقبل بنائب آخر؟ رئيس الحملية الاشتراكية النائب وليد جنبلاط يؤكد في مقابلة مع الجديد أن لا أمل في الوقت الحالي بانتخاب رئيس. في شلل، لن يعقد في هذا الأسبوع أي اجتماع وزاري. يعني هذه مع الرئيس بري والرئيس سلام، يعني في نوع من الاتفاق، وشخصيا طبعا أتفهم هذا الأمر إلى أن يأتي يعني الوحي أو اللحظة في أنه لا بد من العودة إلى الخروج من الشلل الوزاري والحضور وتفعيل الحكومة، وحتى الوصول إلى فتح محاولة فتح دورة استثنائية من أجل قروض استثنائية تأتي على البلد. لم يقتنع البعض من كبار المرشحين أن ليس لهم أي حظ في الوصول إلى الرئاسة، لا بد من تسوية، وفلنخرج من هذه النظرية التي بمرحلة معينة خربت لبنان وخربت مسيحي لبنان، لابد من رجل رئيس قوي. هذه النظرية دمرت البلد. بس ألا يحق لزعماء المسيحيين الأقوياء أن يصلوا إلى موقع رئاسة الجمهورية؟ كل شخص منا قوي كلما كانت قاعدته الوطنية عريضة مش قاعدته الطائفية عريضة. بالنسبة لرئاسة الجمهورية برأيك طويلة بعدها؟ نعم طويلة، لأنه أنا ذاك نذكر بأن عندما انتخبنا الرئيس سليمان كانت الدوحة وسيط بين إيران وسوريا والسعودية وإلى آخره. اليوم ليس هناك في هذا الجو الملتهب الإقليمي ليس هناك من وسيط عربي أو دولي، ولا أعتقد أن الدول الكبرى يعني إلا فرنسا إلى حد ما مهتمة برئاسة في لبنان، حاول جيرو، وأمريكا الولايات المتحدة مهتمة بتسليح الجيش اللبناني، أما موضوع رئاسي فليس عن ضمن. حملت بكلامك فهم أنك تحمل المسؤولية الأولى للمسيحيين أو للزعماء المسيحيين بالفراغ الرئاسي. ليس فقط للمسيحيين، هناك أيضا غير فرقاء كما يقولون أنه طيب يعني فلتكن الأولوية للانتخاب، لن أسمي من هؤلاء. ليس بالمدى المنظور انتخاب رئيس جمهورية طالما أن الظروف المحيطة منتهية وستلتهب أكثر وأكثر. تقول أنه سقوط اللواء 52 بسوريا يعني نهاية النظام، بداية النهاية والتراجع. اللواء 52 منطقة أريحة، تقدم هذا التقدم الغريب العجيب لدولة الإسلامية لداعش إلى تدمر، يعني هذه يبدو يعني بعد 4 سنوات هذا حتمي. لقد استنزف جيشه عندما قرر أن يزج بالجيش في مواجهة شعبه، وصلنا نتيجة أن هذا الجيش على مشارف تراجع وربما الانهيار. هل ترى أن هذه بداية التقسيم في سوريا أو التفتيت؟ ليس هناك تقسيم، هناك إعادة نظر بكل خاطة الشرق العربي. كيف تنظر إلى معارك جرود عرسال في الوقت الحالي وتقدم حزب الله وقتاله للإرهابيين؟ لن أعلق، لقد تورط الحزب في الداخل، لن أعلق، فقط أقول الجيش اللبناني هو مهمته والدفاع عن حدودنا لا أكثر ولا أقل. التحقيق الأولي مع طبيب إلا طنوس يؤكد اعترافه بالخطأ ومحاميه ينفي، والتفاصيل خلال النشرة. لنقيب الأطباء في لبنان تاريخ حافل، تقدير للزميل جاد غصن. تشاهد الخطاب الجماهيري لنقيب الأطباء أنطوان البستاني بالأمس فتشعر بأنك تنظر إلى مشهد تألفه، ولكن أين؟ فالبروفيسور العلامة يفقه في كل شيء بدءا بالسياسة. إلهاء الناس وإضاعة المواطنين عن همين أساسيين وخطيرين يتربصان بهما، الهم المعيشي وهو في أدنى مستوياته، والخطر الأمني وهو في أعلى درجاته. يسدي النصح إلى السياسيين والإعلاميين من مناهل أفكاره. سياسيون كنتم أم إعلاميون؟ ترجموا مسؤوليتكم بالفعل والعمل،
عسى تستقيم الأمور. يفتي بالأخلاق وينتشي عند سماع صفيق الحشود التي يخاطبها من علن تحت ستار الحرية الإعلامية. وويلكم إذا نفد صبر أنطوان. صبرنا فاعتبر صبرنا تسترا، حاورنا بالمنطق فاعتبر كلامنا تهربا. كل هذا المشهد ليس بالغريب، ولكن ليتنا نتذكر فقط أين مثيله. في انتظار أن تسعفنا ذاكرتنا فلنتعرف إلى رجل المنابر ومحاسن الأخلاق. كأي علامة تتعدد مواهب البستاني، فكتب أخيرا كتابا يؤرخ فيه عن المجاعة في جبل لبنان في الحرب العالمية الأولى. أنا بدي أكتب هالكتاب لناس بيقروا. إيش بيستحق أقول هيك؟ لأنه يعني للأسف خفت ما أكتبه بالعربي وما حدا يقريه. في حين كان الطبيب عصام المعلوف يدلي بشهادته في قضية الطفلة المبتورة الأطراف إلا طنوس، كان البستاني منهمكا في قضية أخرى، وهي ملاحقة الرهبنة اليسوعية له بسرقة محتوى كتابه هذا من أبحاث من ملكيتها. ما هم البستاني سرقة الأفكار؟ ماذا عن الاختلاس والفساد في نقابته؟ بلبن بصير في تسوية على 4 ملايين دولار. يا أختي النقابة مش نقابة سويسرا ولا نقابة فرنسا، هيدي نقابة وين نقابة أي بلد؟ هاي بلد الفساد، خلينا نقولها. طيب قولي بلد فساد. جل من لا يختلس. ماذا عن الضغط على القضاء؟ قد تظنون أن قضية إلا هي أولى محاولات البستاني في هذا المجال، ولكن للرجل خبرته. فبعد توثيق برنامج تحت طائرة المسؤولية، إقدام أطباء شرعيين على كتابة تقارير مفبركة لقاء بدل مادي، وكشف بيع أطباء لوصفات أدوية مخدرة للمدمنين، عمل رجل الاستقامة أنطوان البستاني لمنع محاكمة أولئك الأطباء، إضافة إلى منع بث إحدى الحلقتين. تقطعوا على الراس الكبير بتقطعوا. تعرف كم شاب عنا بيتعاطوا بمنطقة؟ بطبيعة الحال من في ذمته كل هذه الأفعال يصبح بحاجة إلى حماية. يعني ليش بدك أنت 4 حراس معك؟ مش 4 حراس. 2؟ ما معي. عندي. بيقبضوا من النقابة. إيه؟ خي أختي شي طبيعي. 4 بس؟ مش 4. عندي 2، لأنه إذا وصلت مطرح كرمال الأطباء عيب نقيبهم يوصل ويروح يصف بالباركينج ويرجع يروح. مش 4 يعني. في خطاب البستاني الجماهيري بالأمس فاته تفصيل يراه بسيطا في مقابل نشوة تصفيق الجماهير والخطابة من علن. فات البستاني ذكر إلا طنوس بأطرافها المبتورة ولو مرة واحدة. يفضل أنطوان رنين تصفيق الجماهير، هو الذي يفقه في الفجور جيدا. نحن في بلد الفاجر فيه له قانون يحميه. ولكن أين رأينا هذا المشهد من قبل؟ أين؟ جاد غصن، قناة الجديد. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصالة أن القمم العالية أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري وحزب الله، وأصبحت لديهم السيطرة الكافية بالنار على الجرود، ولفت إلى أنه تحقق تقدم كبير في جرود عرسال، موضحا أن التطور المهم هو بدء معركة داعش. ما أريد أن أقوله هي هذه الجملة، أن المعركة مع داعش في القلمون قد بدأت، وفي السلسلة الشرقية والحدود اللبنانية السورية. هم بدأونا بالقتال، ما في مشكلة، لكن نحن سنواصل هذه المعركة. نحن مصممون على إنهاء هذا الوجود الإرهابي التكفيري الخبيث عند حدودنا مهما غلت تضحيات. هذا بالنسبة لنا أمر محسوم. حدة المعارك، حجم التضحيات، التوهين الإعلامي، التواطؤ الإعلامي، الضغط الذي يحصل هنا وهناك، ما تسمعونه من هنا وهناك ليس جديدا ما أقوله لكم، وإنما للتأكيد في كل يوم ومع كل شهيد يرتفع إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. نحن نؤكد عزمنا وتصميمنا وإرادتنا الحازمة والقاطعة في أننا
لن نقبل بعد اليوم ببقاء أي إرهابي أو تكفيري في حدودنا وفي جرودنا وعلى مقربة من قرانة. عند رأس بعلبك الأمور على هبتها، اليد على الزند، أحبطت مخطط داعش. تقرير للزميل رامز القاضي. هذا ما جناه داعش من هجومه على جرود رأس بعلبك والقاع. 14 جثة بقيت في أرض المعركة، ولكن هذا ليس كل ما جناه حزب الله من المعركة التي تفوق فيها على داعش للمرة الأولى في المواجهة بين الطرفين. تؤكد مصادره أنه أسقط أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى ليعلن بذلك تصديه لهجوم الدولة الإسلامية على مواقعه المتقدمة في جرود رأس بعلبك، ويسجل النقطة الأولى لصالحه في المواجهة الأولى بين الطرفين. وتشير المعلومات الواردة من الجرود إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف داعش بتفجير عبوات زرعها حزب الله في منطقتي السمرمر وقرنة المذبحة شرق جرود رأس بعلبك. يا محمد، أما أهداف هذا الهجوم فتتحدث مصادر عسكرية لبنانية أنها لإحداث ثغرة في الحدود اللبنانية عبر رأس بعلبك والقاع بعدما يتعرض له داعش والنصرة في جرود عرسال، لاسيما في ظل نجاح الجيش السوري وحزب الله في السيطرة على مناطق جديدة في الجراجير المتصلة جغرافيا بجرود رأس بعلبك. بلدتا رأس بعلبك والقاع اللتان تقطنهما غالبية مسيحية نظر أهلها بعين الترقب والحذر مما يجري على حدودهما، لكن المعنويات بدت مرتفعة بقدرة الجيش اللبناني وحزب الله على التصدي لما يصفونه بالتكفيريين. من هون لن نرحل، هون بدنا نبقى ولو تفجرت كل الأرض حولينا. مين بدافع عنكم اليوم؟ دافع عنا بالدرجة الأولى طبعا نحن إرادة أهل الرأس بالبقاء. تمام. نعتبر نحن هيدي ما في شك انه الاول الجيش اللبناني يعني لنا ثقه كامله فيه، ونحن بخط الدفاع الى جانب الجيش اللبناني كل الضيعه بتنسق معه، شباب راس بعلبك بيعملوا حراسات، عندهم اتصالات مع الامن يعني في المقاومة كامل، والمقاومه اليوم عندنا شباب تنتمي للمقاومه، والمقاومه منتشره بالجرود عم تلعب اليوم دور ايجابي بابعاد التكفيريين وكل الغرباء عن الساحة. وجود الجيش بكثافة ساعد بشكل إيجابي كتير أنه كل الأهالي تبقى ببيوتها، وبلدية القاع وشرطة بلدية القاع في جزء كبير من شباب القاع كمان خلف الجيش جاهز وعم يحرس بشكل يومي. التنسيق مع أي طرف مش فقط مع المقاومة أو مع الجيش، التنسيق مع أي طرف بيساعد القاع وبيحمي القاع نحن مستعدين، لأنه نحن بهيدا الموضوع ما بنشتغل أنه نحن 8 أو 14، نحن بنشتغل القاع ممنوع الاعتداء على القاع لأنه هاي عرضنا وكرامتنا وشرفنا وأرضنا ومش رح نفرط فيها. ظاهرة حمل السلاح للدفاع عن القرى الحدودية لا تزال مستمرة عند هذه الحدود، كما في هذه الدشم العسكرية التي أنشأها شباب بلدة رأس بعلبك كخط دفاع عن بلدتهم. جربوا يتقدموا هاو الإرهابيين، جربوا يتقدموا أم صدوهن صدوهن، صار الهجوم وصارت المعارك ضلت لبعض الظهر ورجعوا وهربوا. هلا اليوم كمان جربوا ورجعوا كمان وراح منهم خسائر كثير امبارح، ونحن هم ناطرين. انتوا هون كخط دفاع، يعني نحن اليوم بهالموقع كخط دفاع اخير عن راس بعلبك، يعني من ابناء الضيعة. بعد في لقدام هن شوي، بس نحن هم خط دفاع مراقبة وناطرين هون، وأي تحرك في ناس لفوق بيعطونا خبر. احنا وجود شباب هامي لحماية الضيعة، ما عنا أي شو اسمه. هلا تنتهي الحرب خلص كل واحد يروح على بيته، ما عنا يعني انه هدف لنضل هون أو شيء. يؤكد هذا الشاب الذي رفض الظهور بوجهه أمام الكاميرا أن الحل الوحيد في مواجهة أي معتد هو حمل السلاح وقتاله. كل ضيعة مسيحية تحمي بدها تحمي حالها بحالها، واللي ما بيحمي حاله ما بيكون مرتاح.
في ناس تقول انه يتكلوا على الجيش وهن لا 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 ما في ما في اتكال على الجيش بس لحلو الجيش بنعرف شو امكانياته في تنسيق مع القاع انتم كهون كيف لك نحن والقاع والفيكه وكلنا هم الضياع مع بعضنا على الاجهزه وعلى كل شيء ضد مين؟ ضد هؤلاء التكفيريين وخلال اعداد هذا التقرير كانت مدفعيه الجيش اللبناني تلاحق المسلحين في جرود عرسال وراس بعلبك والقاع بصليات من الصواريخ والمدفعيه. يعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه لداعش منذ معركة عرسال في آب الماضي، وكان آنذاك التنظيم متحالفاً مع جبهة النصرة في هجومها على البلدة اللبنانية. فهل هذه المعركة هي مؤشر على أننا سنشهد صيفاً ساخناً على هذه الحدود بين الجيش اللبناني وحزب الله من جهة وداعش من الجهة الأخرى؟ من جرود رأس بعلبك، رامز القاضي، قناة الجديد. رئيس المجلس النيابي يحذر من الاستمرار في تعطيل عمل الحكومة ويطالب قوات اليونيفيل بالتصدي للخروق الإسرائيلية. هواجس عدة تسكن عين التين من الحرب الدائرة على الحدود الشرقية ضد التنظيمات الإرهابية إلى الخروق الإسرائيلية جنوبا، وربما الأهم منع الشلل في الحكومة وتعطيل مؤسسات البلد حتى يتمكن لبنان من مواكبة هذه الاستحقاقات الأمنية وغيرها من الملفات التي تهم اللبنانيين في يومياتهم. وقد نقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن البلد لا يتحمل مزيدا من التعطيل لأن ذلك سينعكس على مصلحته وسمعته في الخارج ويشل الدولة. وقد أشار النواب إلى أن الاتصالات مستمرة للخروج من المأزق الحكومي. بعده رأيه عند رأيه الرئيس بري بالنسبة للتعيين هو أنه مع أنه يصير في التعيينات ولازم يصير في نوع من الإخراج لهالموضوع هيدا. للأسف اليوم ما سمعنا شيء هيك من بعض السياسيين اللي كانوا على طول يقولوا ما في داعش وما في نصرة وما في شيء بلبنان. بالنسبة للتعيينات صار سابقة قبل الوقت عدة مرات إنه يتعين حدا بيكون واحد بعده أن فونكسيون بحطوه بتصرف وزير الدفاع وبيجي قائد جيش جديد. نحن نحتاج إلى حدود نظيفة من أي وجود إرهابي تكفيري. اثنين، عرسال يجب أن تكون في عهدة الجيش وخاضعة بالكامل إلى سيادة الدولة. وثلاثة، الأجهزة الأمنية يجب أن تستكمل دون هوادي عملية استئصال المجموعات الإرهابية التكفيرية في الداخل. بري أكد أن الاعتداء الإسرائيلي الجديد على شبعة لن يمر وأنه بادر منذ اللحظة الأولى إلى متابعة هذا الخرق واتصل لهذه الغاية بالممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الموجودة خارج البلاد. كما أثار الموضوع مع قائد القوات اليونيفيل الجنرال لوتشيانو بورتولانو وفي خلال اللقاء شدد بري على وجوب مبادرة القوات الدولية إلى معالجة الوضع فورا والتصدي لمثل هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية. عم طالب بإزالة حتى شريط نهائيا شريط السياج الشائك اللي نحط لتوقف نهائيا بعد موقف العمل، يعني موضوع العلم يعاد رفع العلم في المكان ذاته. دبلوماسيا كانت زيارة لسفير الإمارات العربية المتحدة الجديد حمد سعيد الشامسي الذي أعلن من عين التين إنشاء مركز للخدمات القنصلية يغطي لبنان وسوريا على أن يكون مقره في الوسط التجاري. وفي رد على سؤال أكد الشامسي أن الإمارات منفتحة على كل الطوائف وأن ما يدور في وسائل الإعلام غير صحيح. موضوع اللبنانيين اللي انتهت خدماتهم أو انهيت خدماتهم لأسباب معينة الحكومة اللبنانية تتفهمها والجهات الأمنية تتفهمها، وتأكد أنا أؤكد للجميع وبحكم المسؤولية والمصداقية أن دولة الإمارات ما استهدفت أي فئة أو أي شريحة من اللبنانيين. يعني الكل دولة لخصوصيتها وكل دولة يعني لها طبعا من حقها أن تحمي أمنها وتحمي مواطنيها. وأكد السفير الإماراتي أن كل لبناني أبعد لديه مشكلة في ملفه وعليه علامة استفهام. باسل العريضي، قناة الجديد. بالعودة إلى قضية الطفلة الطنوس، التحقيق الأولي مع الطبيب يؤكد اعترافه بالخطأ ومحاميه ينفي.
قرر القاضي جورج رزق إخلاء سبيل الطبيب عصام المعلوف بكفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية بعد استجوابه في قضية الطفلة إلا طنوس. هو أكد أنه أمام المباحث الجنائية لم يتكلم إطلاقاً لا عن الخطأ الطبي ولا عن مسؤوليته عن الخطأ الطبي. إهمال ولا إهمال. القاضي التحقيق دقق معه دقيقة بدقيقة. هكذا قال محامي المعلوف، وتلك هي الحقائق التي قالها معلوف في التحقيق الأولي معه. أنا عصام بن فوزي معلوف، والدتي روزات الشامي من مواليد بيروت في 26 من كانون الثاني عام 57، أمارس مهنة طب الأطفال منذ العام 85. بعد بطاقة التعريف بدأ الاستجواب حول حالة إلا منذ البداية وصولا إلى اليوم السادس، فننقل لكم بعض تفاصيل الاستجواب. لماذا كونك الطبيب المعالج للطفلة إلا بعد مرور 6 أيام على حالتها السيئة ألم يخطر في بالك تشخيص آخر لحالتها، خصوصا أن الأهل قد أخبروك ولدى معاينة الطفلة من قبلهم، وقد أكدت أنت ولدى معاينة الطفلة أن هناك عوارض حديثة بدأت بالظهور عليها، هي احمرار تحت الجلد، ازرقاق رجلها ويدها، انحلال تام وانتفاخ فوق جفنيها، وأن حالتها لم تتحسن قيد أنملة. لماذا عدت وطمأنتهم وبوجود والد الطفلة إلى هذا الفيروس هو سئيل، وأن التحسن سيبدأ من بعد الظهر، وهذا أمر طبيعي جدا من دون الاهتمام بالعوارض التي بدأت تظهر عليها؟ أمام ما ذكرتموه لقد خطر لي وشخصت نهار الأحد بالتحديد بأن ما يجري لهذه الطفلة يمكن أن يكون التهابا في المسالك البولية، وعليه ركزت على هذا الاتجاه، وعليه فإن المضاد الحيوي الذي أعطيتها إياه يستلزم مدة 24 ساعة ليصبح فعالا وهو روسيفين، وفي اليوم الثاني أي في نهار الاثنين أعطيتها مضادا حيويا آخر وهو أميكين، وانتظرت نسخة فحص الدم حيث تبين لي أن مستوى الكرياتين قد ارتفع فجأة، وعليه اتجه التشخيص إلى مرض سيندروم إيميلوتيك كرونيك، وهو يحصل بشكل نادر كمضاعفات لتوقف عمل الكلى إثر التهاب في الأمعاء وليس التهاب في البول. هل قمت باستشارة رأي طبيب آخر لتبيان وضع ألا الصحي؟ لا. يستكمل الاستجواب للدخول في تفاصيل الأيام الأخيرة قبل بتر أطرافها، فسئل الطبيب الموقوف التالي: في رأيك كطبيب بأنه لو أعطيت الطفلة إلا المضاد الحيوي فور دخولها المستشفى هل كانت لتتفادى وضعها المأساوي؟ ليس بالضرورة أن تصل الطفلة للحالة التي وصلت إليها وهي خسارة أطرافها الأربعة. هل تعتبر أنك قمت بتشخيص حالة إلا بصورة صحيحة؟ لا، التشخيص الذي وضعته كان غير صحيح. هل تعتبر أنك قمت بواجبك الطبي والمهني والأخلاقي تجاه الطفلة إلا طنوس وقمت ببذل ما يلزم من توفير العناية الطبية اللازمة لها؟ نعم. وخلال التحقيق مع الطبيب الموقوف عرض عليه قرار مجلس أطباء لبنان بتاريخ 26 أيار الذي رأت فيه لجنة التحقيقات أنه لم يتم تقدير خطورة حالة الطفلة المريضة، ما أدى إلى عدم إعطائها العناية الطبية اللازمة بحسب تحقيقات نقابة الأطباء التي اعتصمت من أجل معلوف. فكان رد الطبيب الموقوف: كنت دائما على تواصل بهم وطمأنوني إلى وضعها وكنت مصرا على أنها سوف تتحسن. قالها الطبيب معلوف بصريح العبارة في خلال التحقيق معه بأنه لو أعطيت إلا المضاد الحيوي فور دخولها المستشفى لكان هناك إمكانية لنجاتها من عملية البتر، واعترف أيضا أن التشخيص الذي وضعه غير صحيح. أمام هذين الاعترافين، ما رأي أطباء نسوا إلا وتضامنوا مع زميل لمجرد أنه زميل؟ وماذا يقول نقيب يدافع عن الزميل لا عن الحق؟ السفارة الأمريكية في بيروت تشارك في تدريبات للجيش على صواريخ تاو. نفذت وحدات من الجيش اللبناني فوج المضاد للدروع رماية تجريبية بصاروخ من نوع تاو المسلمة حديثا من قبل السلطات الأمريكية، وذلك في حقل رماية الطيبة في قضاء بعلبك بحضور ممثل قائد الجيش والسفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل وحشد من ضباط في الجيش اللبناني.
وجرت التجربة على صاروخ تاو على 4 أهداف، آليتين للإرهابيين ومواقع مضادة. نحتفل اليوم بالشحنة الأولى من المساعدات الجديدة للبنان وبالعلاقات المستمرة بين البلدين. نشكر العماد جان أهوجي ممثلا بالعميد مروان الحتي على الفرصة للمجيء اليوم إلى وادي البقاع لنطلع عن قرب على مدى فعالية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان من أجل هزيمة الخطر الإرهابي الذي يواجه لبنان عبر الحدود. إشارة إلى أنه في خلال المناورة أصيبت الأهداف 100%، وجرى تدريب ضباط الفوج وعناصره على استخدام هذا السلاح وصيانته من قبل فرق أمريكية متخصصة وشركة رايسن المكلفة من الجيش الأمريكي. الجنرال ميشيل عون والدكتور سمير جعجع تاريخ رجلين كلما اجتمعا افترقا وفي كل مرة لم تسلم الجرة. تقرير للزميلة نانسي السبع. أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبك كاملا. الجنرال والحكيم رجلان بحجم طائفة وبالنسبة للبعض حجم الطائفة. البندقية جمعتهما حيناً وفرقتهما أحياناً، حالما يلتقيان يتخاصمان ويطول الفراق. بدي أقول للجنرال عون ما عندنا أي نية بالتآمر عليك. أول لقاء قمة بين جنرال التيار وحكيم القوات عام 88 عقد على قاعدة مجبر أخوك. جنرال بيمون شو ما كانت المطالب ما في أي مشكلة، وانتهى بعد أشهر بقلوب مليانة. وصعدت البندقية لحملتها المقاومة من بندقية الدفاع عن المجتمع إلى بندقية إسقاط المجتمع من الداخل. يا جنرال عون ما فيك تضل عايش على ضحايا سياسية بشكل مستمر. دارت حرب الإلغاء فانقسمت المنطقة الشرقية بين جيش عون وقوات جعجع، ومعها انقسم البيت المسيحي الواحد. سيمو أبو فاضل واحد من كثر عاشوا في هذا البيت المتعدد النوافذ ودفعوا ثمن قتال الإخوة الأعداء. صارت معي حس اعتقلت عند القوات بالغلط للاشتباه بعملية متوقعين أنه أنا ممكن أعملها. صار في يعني توقفت عندهم يومين بالسكن أوبيرن. صار وقتها بإشكال بضايعتنا بين الأنصار اللي هدوا ولاد الضيعة والمغاوير. وقتها صار في إجوا المغاوير يعني صار في مشكل هيك بنطلب هيك بيجوا الشباب إنه بدنا نتسلح ونقوص على المغاوير. قلت له أنا الثورة بتاكل أبناء، إذا أنتوا أنصار المغاوير متألفين يعني نتيجتها إنه عم تاكلوا بعضكم. صار في توقيف يعني بعتقد كانت ليلة يعني بالشرطة العسكرية. انتهت المعركة ولم تنتهي الحرب. عماد بعبدة نفي إلى فرنسا وحكيم غدراس مد يده إلى الشرعية الجديدة. عون عارض الطائف وجعجع أيده إلى أن تحول صاحب المعالي إلى المطلوب رقم واحد. صدر القرار ومعه الأحكام، فدخل جعجع وزارة الدفاع معقل الجنرال المنفي سجيناً. دار الزمن دورته ومصيبة الوصاية السورية جمعت العونيين والقواتيين الذين قاطعوا معا وتظاهروا يدا بيد وساروا على درب الحرية بلا رأسي حزبيهما. وبعد 15 عاما عاد 14 شباط ليكون تاريخا مفصليا. زلزال اغتيال الحرير الأب أعاد الجنرال من منفاه وعود على بدء. يا شعب لبنان العظيم، في أيار عام 2005 لقاء يجمع عون وجعجع في سجن وزارة الدفاع، قيل فيه لقاء المصارحة والمصالحة. وما إن خرج الحكيم إلى الحرية حتى رد الزيارة بأفضل منها. مجدداً لم يدم الوفق بين الرجلين، كل منهما انخرط في محور وانقسم المسيحيون مجددا. قال له سمير جعجع ما يبلش يحرك السلاح وكل شيء بألف خير بيكون.
أن القوات عم تتعرض لحرب إلغاء جديدة شبيهة باللي تعرضت لها بدءا من سنة 89. أثنيت فيها على عبقرية الدكتور سمير جعجع. هذا الجلاد الذي استطاع أن يجمع جميع ضحاياه في لائحة انتخابية واحدة. أسوأ شيء حاصل بالمسيحيين هلأ أنه عندهم عون، هذا أسوأ شيء ممكن يحصل فيهم. 10 سنوات مرت والشارع يعيش على ثنائية عون وجعجع. وفي حزيران عام 2015 أطفأ زعيما الرابي ومعراب شمعة السنة 10 خصومة بلقاء النيات الحسنة. اجتماعنا اليوم بكل صراحة هو بداية حوار. هذه هدية للمسيحيين اللي كان بينهم مشغول على الوضع. كثر يأملون أن تكون الثالثة ثابتة، وكثر ينظرون إلى صورة اليوم بعيون الأمس فينفخون على اللبن لكثرة ما لسعهم الحليب. نانسي السبع، قناة الجديد. وفد كتلة المستقبل النيابية يواصل جولاته على المسؤولين، ويزور رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. في اليوم الثالث لجولة وفد كتلة المستقبل النيابية كانت زيارة للسرايا الحكومية، حيث كان لقاء مع الرئيس تمام سلام. بعد اللقاء قال النائب أحمد فتفت: أطلعنا سلام على أجواء المسجدات السياسية والجولات التي أجريناها على القوى السياسية، والتي تؤكد اعتراض هذه القوى على إمكان تعطيل مجلس الوزراء ومصالح الناس المرتبطة جدا بما يجري في هذا المجلس. ونحن ندعم كل خطوات اللي عم يعملها، ومنصر أنه صلاحيات رئاسة الحكومة لا يمكن لأحد أن يتطاول عليها، لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. هالصلاحية هي بعهدة رئيس حكومة لبنان الذي ليس طرفاً، واللي أثبت بكل ظروف أنه مش طرف بأي معركة سياسية داخلية، بل يعمل لمصلحة كل اللبنانيين، أكان بموضوع تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء أو بموضوع تحديد متى يجتمع مجلس الوزراء وكيف يناقش أولوياته. الوفد زار قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزي، وتناول البحث التطورات الراهنة في البلاد والإجراءات التي نفذها الجيش على الحدود الشرقية لمنع دخول الإرهابيين الأراضي اللبنانية والحفاظ على سلامة أهالي القرى والبلدات الحدودية. كما زار الوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. كارثة تصيب موسم العسل الربيعي، تقرير للزميل حسين سعد. بعد الجفاف الذي ضرب موسم العسل الصيفي العام الماضي، استبشر النحالون في لبنان عموما والجنوب خصوصا بموسم وفير من العسل في الموسم الربيعي الحالي، لكن رهانات النحالين وحساباتهم لم تتطابق مع تمنياتهم، فجاء الموسم الربيعي أكثر سوءا من جراء تقلبات الطقس واستمرار البرودة وفوضى رش المبيدات وغياب التوجيه والإرشاد الكافي من وزارة الزراعة بحسب النحالين. وضع خطير بالنحل، انه انت عم تلاقي النحل بشكل خجول جدا جدا، وتراجع بوضع العاملات. يعني هيدا القرص انت عادة بعز موسم الصيف هلا او بداية موسم الصيف، هيدا مفروض يكون كسوته كله نحل. يعني حتى اذا بتطلع على الخلية شوف ما في اي نحل. عم يطلبوا مننا انه نحن لازم يكون عنا اراضي لحتى نقدر نسجل النحل عليها، نحن ما عنا مزارع دجاج ومزارع بقر. هيدا النحل هلا موجود هون، بعد شهر ونص بيخلص المرعى بننقله على مطرح تاني، بده الرقم عكار، يعني تفلسفات على الفاضي. ويؤكد النحالون الذين يفخرون بإنتاج العسل اللبناني الذي يضاهي العسل المستورد أن إنتاج الموسم الربيعي قد تراجع أكثر من 60%، مشيرين إلى أن مواسمهم لم تصب بمثل هذا التراجع خلال العقود الماضية، إشارة إلى أنه يعمل في هذا القطاع أكثر من 6800 مربي نحل. غداء خيري لجمعية أعطي الطفل لعبة. في الذكرى 30 لتأسيس جمعية Give Child a Toy، أعطي الطفل لعبة، كان الاحتفال في بيروت. الجمعية المؤسسة في لندن التي خصصت مساحة كبيرة من مساعداتها للبنان احتفلت بالذكرى 30 بغداء جمع سيدات لبنان وعلى رأسهم عقيلة الرئيس تمام سلام لما. أتمنى فعليا أن يكون نهاركم ممتعا، ضيوفنا من كل دول العالم. الاستثمار بصحة الطفل
هو استثمار بالنشأ وبالجيل الجديد وإله أحسن مردود على المجتمع. What can we as Lebanese mothers living abroad? ماذا يمكننا أن نفعل نحن أمهات لبنان لإنقاذ الأطفال؟ بعد التجربة أصبحت الفكرة عملية على الأرض معنا. ويتركز عمل الجمعية على الأولاد المحتاجين والمستشفيات الحكومية والجمعيات الخيرية. في رمضان باكورة أعمال الجديد مسلسل أحمد وكريستينا دراما لبنانية تحاكي واقعنا. تقرير للزميلة دارين شاهين. ببلد تكتر فيه العادات والتقاليد بدك ترفضي ابن عمك وتهربي من البيت وتعصي أوامر. بزمن الزواج المختلط كان من المستحيل. هيدا المشي من اسمه أحمد عم يهدد الأمونة. يا رب دخيلك على المصيبة اللي صابتنا. جمع القدر بين أحمد وكريستينا ليتحدوا الواقع بقوة الحب. يا حياتي ما حدا له حي دخل فيها. انت كتير صعب عليك تكوني مع صديقة او صديق مثلي. ساعدينا نقدر نكفي وما نخسر بعضنا. قصة بتمس كل بيت لبناني. احمد وكريستينا. كما العادة في كل عام رمضان احلى على الجديد. كل ليلة من ليالي الشهر الكريم ستكون مع احداث مشوقة لمسلسل احمد وكريستينا. دراما اجتماعية تتحدث عن قصة حب تنشأ بين كريستينا الفتاة اللبنانية المقيمة في قرية مسيحية وأحمد الشاب المسلم المنحدر من قرية نائية. قصة معقدة تنبثق عنها مشكلات عدة باعتبار أن هذا الحب محرم من جميع الأطراف. في عنا نحن نقاط قوة ولا مسلسل أكيد عنده إياها بدون ما شوفهم. مسلسلنا مش فيلم أمريكاني ولا فيلم سويسري ولا فيلم بلجيكي عامل له ادابتاسيون. قصة لبنانية تأليف اوريجينال. مسلسلنا اصيل. هيدي الأهمية تبعه. في نقطة تانية نتميز فيها وحتكون نقطة قوة تبعنا انه الأبطال تبعنا جداد ما حدا بيعرفهم. وحيكونوا على 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 قدر المستوى وحيكونوا نجوم بكل معنى الكلمة. غير هيك كل الممثلين عنا لبنانيين ما في حدا لا بي سوري ولا أمه مصرية ولا شيء. هذه كمان نقطة قوة. بمسلسل أحمد وكريستينا أنا كريستينا بلعب دور كريستينا. هي بنت ثورجية من أيام الستينات وعم بتحارب كل الضيعة وضيعتها وضيعة أحمد والعالم وعائلتها بس تتكون مع أحمد يلي هو الشخص اللي هي بتحبه. أحمد شاب عمره 27 سنة بأيام الستينات منصور بس عايش بضيعة بالشمال مع أمه. عنده استوديو تصوير ببيروت وأكيد شاب مسلم بيغرم ببنت مسيحية وأكيد أيام الستينات بلبنان وبكل الشرق الأوسط كانت مشكلة كتير كبيرة. فبدي يتحدى العالم كله بدي يتحدى ضيعته وعائلته وضيعتها وعائلتها. ما هو مصير حب أحمد وكريستينا وإلى أي مدى سيستطيع الاثنان مواجهة الحقد الكبير والاضطراب الأعمى الذي يسعى للتفريق بينهما من دون سبب أو مبرر؟ أحمد وكريستينا بتابعوا يومياً خلال شهر رمضان المبارك حصرياً على الجديد. في الموصل عام على حكم داعش، لا أمل يلوح في الأفق على الرغم من الضربات اليومية التي يقول التحالف الدولي إنه يوجهها إلى مواقع التنظيم. دولة الإسلام العراق والشام. في مثل هذا اليوم من عام 2014 سقطت الموصل بيد من أعلن قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذا العام كان مليئاً بالأحداث المأساوية على الموصل إذ أظهر التنظيم فيه أبشع أدواته لترويع السكان والعالم برمته وتعزيز سمعته الدموية، فارتكب جرائم بحق المدنيين وانخرط في خطف النساء والإتجار بالبشر وعمليات الإعدام الجماعي وتدمير الأثار التاريخية. بهذه الأفعال التي يجري تصوير عدد منها بعناية ونشرها على الإنترنت يجهد التنظيم لبناء دولته الإسلامية بأيد محلية وأجنبية مرغما عشرات الآلاف من السكان المحليين على الفرار.
بدأ هجوم داعش على الموصل في السادس من حزيران، وفي العاشر منه سقطت المدينة كلها بيد التنظيم بعد فرار عناصر الجيش العراقي منها، وفوجئ العالم وعلت الدعوات إلى إطلاق حملة دولية لمحاربة التنظيم، وردت الولايات المتحدة بإرسال مزيد من المدربين إلى العراق، ودعت إلى تأسيس تحالف دولي لمحاربة التنظيم. وفي الذكرى السنوية الأولى احتفلت الدولة بعيد ميلادها ونشرت صورا تظهر رايات التنظيم السود مرفوعة على أعمدة الإنارة في أحد شوارع الموصل الرئيسة، كما أعلنت عزمها على إقامة حفل للمناسبة في فندق نينوى ذي النجوم الخمس الذي استولت عليه. وذكرت تقارير أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قد يحضر الحفل أو يصدر رسالة مسجلة في المناسبة. أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة هجوم إرهابي على معبد الكرنك في الأقصر جنوبي البلاد، وقتلت مهاجمين على الأقل. وقالت مصادر أمنية إن المهاجمين حاولوا دخول المعبد، وإن ضابط شرطة اعترضهم، وعقب ذلك تفجير انتحاري نفسه بقنبلة كان يحملها على مسافة 500 متر من المعبد، فيما هاجم آخران قوات الأمن التي فككت عبوتين ناسفتين في محيط المعبد، وقبضت على اثنين يشتبه في تورطهما في الاعتداء. هذا وأكد مصدر في الداخلية المصرية أنه لم تسجل أي إصابات بين السياح، فيما أصيب 4 مصريين. في الرياضة، ماذا قال مدرب منتخب لبنان ونجوم المنتخب الكويتي للجديد عشية اللقاء المرتقب بين لبنان والكويت غدا؟ الخامسة عصر غد الخميس هو موعد اللقاء المرتقب بين لبنان والكويت في افتتاح التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، والمنقول حصريا على قناة الجديد. الأجواء في المعسكر اللبناني توحي بالتفاؤل، فالإيجابية تبدو واضحة خلال حديث المونتينيغري ميودراك رادولوفيتش مدرب منتخب الأرز، الذي خص قناة الجديد بمقابلة حصرية قبل ساعات من المباراة. In general, I'm very satisfied about atmospheres in our team. Player work good. We make all what we plan. It was our plan. Health is also good. Unfortunately, Haidar can help us. I know all of the Kuwait players and Kuwait teams and way of the game, Kuwait team. It is very good team with very good players, especially Fahed Enesi, Bedar Mutava, Faisal Zaid, but I believe in my team. Radulovic وجه رسالة إلى الجمهور اللبناني. I invited all fans, Lebanese teams to help us, to support us. Players, all my players and me are ready to give all the best to reach the best result and to fans be happy. المباراة صعبة والخصم لا يستهان به، كما أكد قائد المنتخب رضا عنتر في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم. إذا ما ربحنا المباراة بكرة ما لازم نخسر المباراة بنفس الوقت، لأنه هذا أول مباراة بالتصفيات، مباراة مهمة، وعندنا كثير مباريات جايين، يعني ممكن تربح بكرة وتخسر بكرة وشو استفدنا؟ على المقلب الآخر، كتيبة الأزرق افتقدت عنصرين مهمين بسبب الإصابة، هما حسين فاضل وعامر معطوق. مدرب الكويت التونسي نبيل معلول بدوره أكد صعوبة المباراة. المباراة مش تكون صعبة، كنت بنخير أنه البداية تكون ضد منتخب آخر، ممكن المجموعة اللي فيها المنتخب الكويت والمنتخب اللبناني والمنتخب الكوري من أصعب المجموعات. القرعة من سوء حظنا، لكن مش نحاوله بقدر المستطاع أن نجمع أكثر عدد ممكن من النقاط. البداية مش تكون من صيدة. الأزرق خاض تمرينه الأخير أيضا على ملعب بيروت البلدي. أسماء لاعبي زعيم الخليج باتت معروفة لدى الجمهور اللبناني، وعلى رأسهم مساعد ندى، فهد العنازي، وبدر المطوع. طبعا مباراة صعبة، وخاصة بداية مشوار في تصفيات كأس العالم، ثلاث نقاط أو خطوة يعني في البداية تكون مهمة لأي فريق الكل يسعى لها. الكل يحتاج ثلاث نقاط تكون مفتاح التصفيات والتأهل، معنويات أكثر حق اللاعبين. ملاحظ من أمس في صفحتي من إنستغرام أكثر شيء جحيم صيدة جحيم صيدة، فأقول لهم إن شاء الله الوعد باكر بإذن الله. 11 حزيران يوم تجديد الوفاء والدعم من الجمهور اللبناني الذي سيحتشد في ملعب صيدا، ليؤكد أن المنتخب اللبناني لكرة القدم يعد من الأمور النادرة التي بإمكانها توحيد اللبنانيين ولو ساعتين من الوقت. كان في النشرة جملات للجديد، لا رئيس في الوقت القريب.
لابد من رجل رئيس قوي. هذه النظرية دمرت البلد. طبيبه قال في اعترافه الأول: لو أعطيتها المضاد الحيوي لما وصلت إلى هذه الحال. أكد أنه أمام المباحث الجنائية لم يتكلم إطلاقاً لا عن الخطأ الطبي ولا عن مسؤوليته عن الخطأ الطبي. خسارة داعش متروكة على أرض المعركة، ونصر الله يعدها بالمزيد. نحن مصممون على إنهاء هذا الوجود الإرهابي التكفيري الخبيث عند حدوده. جردة في الأحداث، الجنرال والحكيم، حب وحرب. الجنرال بيمون شو ما كانت المطالب ما في أي مشكلة. سنة من عمر الدولة الإسلامية. دولة الإسلام. وكان في النشرة أيضا لأحمد وكريستينا قصة في رمضان. هيدا المشي من اسمه أحمد عم يهدد لأبونا. يا رب دخيلك على مصيبة اللي صابتني. نشكركم على كرم المتابعة، ونعود نلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فدمتم بأمان الله.